بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله هنكمل شابتر 4 لكتشر 4-8 الأخير، نشوف فيه distributed load on beams، نحل إن شاء الله sample problem 4-4. distributed load is represented، يمثل بإيش؟ برسم إيش اللود بالنسبة لوحدة الطول، يعني نيوتر بير ميتر. لاحظ هنا dW هنا بالنسبة لوحدة الطول عندي هنا، مثلا نقول dx. total load هذا يساوي إيش؟ يساوي المساحة تحت هذا الكيرف اللي يمثل distributed load. الماجنيتود تبع، نشوف نحن هنا عندنا elements، نأخذ عنصر معين element بس من البيم، نقول هذه جزئية بس. يقول لك إنه distributed magnitude of force، القوة المؤثرة عليها إنها تساوي، تسميها dW، وتساوي شوف هذا العرض تبع هذا المستطيل اللي عندنا الإليمنت هو dx مضروب في W تبعه اللي هو الطول تبعه. أما total load supported by the beam، هذا البيم الموجود عندي هنا، total load المؤثر عليه إيش يساوي؟ يساوي W، ويساوي تكامل إيش من صفر صفر، اللي هو إذا انطلقنا هنا من هذا الصفر عند الـ O حتى عند الـ B، الـ X تساوي كم هنا؟ تساوي الـ R، وهنا الـ X تساوي الصفر. إذا تكامل الـ WDX هذا يساوي total load. WDX هذا إيش هي؟ هي مساحة الإليمنت الموجود عندي هنا، لاحظ WDX، والتكامل DA يساوي الـ A. إذا total load يساوي المساحة الموجودة تحت هذا الكير. يقول لك distributed load can be replaced، ممكن يستعاض عنها بإيش؟ distributed load ممكن يستعاض عنها ب concentrated load. concentrated load نقول اللي هو W with the magnitude، الماجنيتود تبعه هي الاريا، المساحة، لاحظ الممثلة هنا عندك باللون الأزرق اللي هي المساحة اللي تحت الكيرف هذا under the curve، and a line of action passing through، القوة هذه مأثرة وين؟ line of action تبعها يمر بإيش؟ يمر بالسنترويد اللي هو عندنا C هنا، centroid of this area. إذا أخذنا W هنا، أخذنا العزم تبعها نضرب في OP، صح؟ WOP تساوي هي نفسها distributed load هذه تبعد X، لكن هنا بالتكامل، لأننا نتكلم عن element. لاحظ W قلنا إنها تساوي الأريا في السلايد الماضي كمان، إذا OP الأريا هنا، وهذا معروف إنه إيش هو؟ هو الـ X بار A، إذا الأريا تروح، إذا واضح إنه الفورس هذه تأثر، الـ W هذه تأثر عند السنترويد اللي هو الـ X بار، OP تساوي X بار. ناخذ مثال، يقول لك إنه الديستريبيوتد لود الموجود قدامنا هنا 1500 عند الـ A و 4500 عند الـ B كأقصى حد، يقول لك أعطيني الـ equivalent concentrated load، وبعدين reaction at supports عند الـ B وعند الـ A رد الفعل عندهم. هلا أولا عندي هنا 1500 نيوتن، بدي أحولها إلى 1.5 نيوتن، بس بدل ما عندي نيوتن هنا عندي كيلو نيوتن، هنا عندي كيلو نيوتن 4.5 بدل 4500، هذا بدي نقسمه إلى مثلثين، المثلث رقم واحد والمثلث رقم اثنين. مثلث رقم واحد المساحة تبعه تساوي القاعدة تبعه 1.5 مضروبة بالارتفاع تبعه 6 تساوي 4.5، المثلث الكبير 6 نفسها مضروبة في 4.5 تساوي 13. الاكس بار تبع المثلث اللي هو رقم واحد ايش تساوي؟ احنا قلنا شوف، اولا احنا بدنا ناخذ نقطة تكون هي المرجع تبعنا، النقطة المرجع تبعنا حتكون اللي هي النقطة A هنا، ها الـ A هنا، هذا الاكس اكسس وهذا الواي اكسس. نحن نعرف انه السنترويد تبع المثلث تبعد ثلث المسافة من قاعدة هذا المثلث، ثلث الستة هو اثنين، هو اثنين. اما بالنسبة للمثلث الكبير هذا فنفس الشيء، السنترويد تبعه يبعد ثلث المسافة من القاعدة تبعه اللي هي هنا كم؟ اثنين، لكن نحن ودنا اياه حوالين النقطة A، منطلقة من النقطة A، ولذلك يبعد كم؟ يبعد 4 متر، 4 متر. بعدين تضرب لي الاكس بار في الاي وتجمعهم كلهم، وهذا يمثل ايش؟ الكيو واي، وهذا يمثل عندي اللي هو مجموع الاريا.
لكن احنا قلنا انه الماجنيتود اوف احنا مطلبنا اللي هو كونسنتريتد لود، قلنا انه يساوي توتال اوف توتال لود اوف ذا اريا اندر ذا كيرف. توتال لود توتال اريا مجموع المساحة اللي هو 18 كيلو نيوتن، اللي إذن concentrated load هو 18 كيلو نيوتن. لكن هذه 18 كيلو نيوتن تأثر وين؟ تأثر عند السنترويد. السنترويد لازم نجيبه. السنترويد يساوي QY حسبناها من الجدول اللي كان عندنا، وهذه اللي هي مجموع المساحات، هذا يساوي 3.5. 3.5 من وين؟ من نقطة المرجع اللي كانت عندنا اللي هي من A. إذن عند هذه النقطة هذا القوة 18 كيلو نيوتن، هذا يمثل لنا اللي هو distributed load اللي كان عنده. ودنا نشوف هلا reaction عند الـ A وreaction عند الـ B. أولا ناخذ إيش العزم عند النقطة A، حيبقى عندنا إيش forces هنا، عندنا reaction تبع الـ AY هنا الـ BY عفوا، يبعد كم هذه الـ A تبعد كم عن B، تبعد عنه 6 متر. المومنت تبع الـ B هنا عكس اتجاه عقارب الساعة، إذا قيمته موجبة بي واي في 6. لكن ال 18 كيلو نيوتن هنا لو عملنا كده هتكون مع عقارب الساعة، اذا بالسالب المومنت مجموع يساوي صفر لانه نحن عندنا اكويليبريوم. اذا البي واي نشبه من هذه المعادلة تجينا تساوي 10. نفس الشيء نعمل المومنت عند النقطة بي، حتجينا الاي نضربها في كام في 6، لكن حتكون بالسالب لانها ماشية باتجاه عقارب الساعة. اما ال 18 هتكون ماشي عكس اتجاه عقارب الساعة، هتكون موجبة. إذن الـ AY تساوي 7.5. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.